بنتكلم على صدق القول. صدق القول احكي لكم فيه قصتين اتنين. ولما الواحد بيحب يبقى اي غرس للسلوك او قيمه او خلق، اما نقول قصه بالارض ويحيي بها الفؤاد وثبت بها ايه فؤادك. القصص بتبقى كده تثبيت الفؤاد. اول قصه، واحد بيجري والعسس هو العسكر بيجري وراه فراح مستخبى في محل، فبقول له خبيني خبيني انا اخش في البرميل ده، فدخل في البرميل فالعسكر جه، فواحد صاحب المحل جه فبيقول له فين واحد كان هنا، قال له اه في البرميل هنا، فبصوا له كده وسابوه مشوا صدقوش. الراجل طلع بعد ما مشي في البرميل، انت بتقول لهم ان انا موجود هنا هيقبضوا عليا، فقال لهم ايه؟ فالراجل رد عليه قال له الصدق منجاني، وهو ده صح، الصدق بينجي صاحبه. الكذاب، احنا بنتكلم على القول بس، الكذاب بينسى يا اخوات، بينسى هو كذب في ايه. فتيجي اما تكذب كذبه ما خلاص نسيت انا مش حقيقي، فالمخ مش مستوعبها. وبعدين تيجي بقى تتحكى في موقف تاني، تيجي صاحبتك قال لها انت مش قلت كده؟ مش عارفه ايه. او استغفر الله استغفر الله، المسميات اللي بتسمى حاليا تجميل وديكوريشن كده للايه؟ للصدق. ده بنهزر. لا ده بنهزر. لا ده بص ده كذبه بيضة. لا لا بص يا دكتور ده بنفشه، يعني ده فشل وهزار يعني. لكن مسماه الحقيقي ايه؟ كذب. وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق. جميل جدا الحديث ده. ويتحرى الصدق يعني مش بس يقول الصدق، لا ده انا كمان بتحرى الصدق. حتى يكتب عند الله صديق. الصديق دي مرتبة كويسة ولا مرتبة قليلة؟ أعلى من إيه؟ قول يا حماس. بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر قول ولا الصديق، لكن أعلى من الشهداء صح كده؟ مع النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين. يبقى بعد مرتبة الأنبياء مرتبة الصديقية، مرتبة عالية جدا، مرتبة عالية جدا. ما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بارك الله فيك يا حماس، واغفر لحماس قولوا امين. واحنا معاها وادخلنا الجنه معاها يا رب بدون حساب ولا سابقه عذاب. والله كانت من بقايا هدايا العيد صراحه. طيب يبقى احنا عندنا مرتبه عاليه اسمها مرتبه الصدق، وما زال العبد يكذب. كارثه كارثه. النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد قال يسرق المسلم المؤمن يا رسول؟ قال نعم. يزني يا رسول؟ قال نعم. يكذب؟ قال لا. متخيلين الحديث؟ قال لا. انتفض النبي صلى الله عليه وسلم من اول، قال لا لا يكذب المؤمن ابدا. لما المؤمن بيكذب يرفع عنه لباس الايمان. احنا عندنا لباس الصلاة، لباس التقوى، لباس الإيمان، يرفع عنه لباس الإيمان حتى يتوب إلى الله، فيبقى متعرف. عنده دراسة، تاب إلى الله عز وجل، تمام، ينزل لباس الإيمان عليه. ده بس صدق القول. القصة الثانية في صدق القول. قال إيه؟ يعني إلا تاب. لا يزني المؤمن وهو مؤمن. لا يزني المؤمن وهو مؤمن. القصه الثانيه في قصه الصدق، قصه الثلاثه الذين خلفوا. احكي لكم منها قصه سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك كان عنده زوجتين، وكان عنده بستان من الفاكهه، وكان عنده اراضي وغنم. ولما جت غزوه تبوك اللي هي جيش العسره، لما جت غزوه تبوك قال عندي حصان وانا ممكن الحقهم، الم الحصان. كان وقت حصاد الزرع ووقت حصاد الثمار، فقال الم الحصاد والحقهم. فمره في يوم في يوم في يوم ده خلاص انا كده كده معايا حصان، ف جه في يوم لقى الزوجه مسقعاله الميه
برده للماء، جايبه الميه حاطينه بيقوموا مدليين وكده، عشان زمان ما كانش فيه ثلاجه، ولكن كان يتحط كده في مكان متلف عليه عشان الشمس ما تجيش عليه فيبقى ماء بارد، وتقدم له الطعام كذا، وهو بيشرب قال والله انا اشرب الماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع كده، قام جاي اتضفض عن نفسه، قام جاي ايه واخد الفرس وجاي طلع لقى النبي عليه الصلاه والسلام والجيش راجع، خلاص كده تخلف وسبعة من الكبائر تولي يوم الزحف، كبيرة كبيرة جدا. فالمنافقين اللي ما جوش يا رسول سكن عندنا وكنا تعبانين، فأي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم خلاص يسمعهم، ما عدا الثلاثة اللي منهم من سيدنا كعب اللي بنحكي عنه. جه سيدنا كعب قال له يا رسول الله والله ما كنت أقدر على السيد من هذه الأيام، يعني أنا كنت قوي وكان عندي فرق، كان عندي كل حاجة وهممت بالخروج، ولكن جيد النبي عليه الصلاه والسلام قال اما هذا فقد صدق، ده خلاص صدق، فارجعوا حتى يموت الله في امره. وجه بعد كده مقاطعه الثلاثه اللي هم الذين خلفوا سيدنا كعب دولت، مقاطعتهم تم مقاطعتهم ما يتقالهمش سلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا كعب روح خلي زوجتك تلحق بقالها، ما نعرفش لسه الحكم فيك انتهى، لانه عمل كبير، تولي يوم الزحف من السبعه كبائر. فقالوا تلحق باهلها ولا يرد على، ما حدش يكلمه. فكان يلقى على ابن عمه السلام ويرد، ما يردش عليه. كان يجي المسجد يقول سلام عليكم، فكان يقول كنت اتحسس شفاه النبي بترد عليه السلام ولا لا. 55 يوم فتنه رهيبه، هاتوا واحد مليونير، واحدة عندها ملايين الدنيا، متع الدنيا كلها، وعايشة في جزيرة على المية وعندها الأرض كلها ياقوت وذهب وعندها الدنيا كلها، وعايشة لوحدها. هتبقى سعيدة؟ شوية على البحر ماشي على الشمس الشمس ومش عارفة إيه على المرجيحة، لكن ما تبقاش سعيدة. ليه؟ أصل ربنا خلقنا شعوب وقبائل عشان ايه؟ ما ينفعش انسان يعيش لوحده، ما ينفعش تكوني مش ضمن كوميونتي معين ولا مكان معين ولا اسره معينه ولا هويه معينه. كل اللي هنا متجمعين على ايه؟ الواحد لما بيبقى لوحده بيحس انه غريب، خلاص ما بقاش قادر. راح يتصور السور على ابن عمه، قال له ناشدتك يا الله والرحم، أتشهد أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال له ناشدتك الله والرحم، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. شاهد يقول ولا عايز يرد عليه. بكى سيدنا كعب بكاء شديد الليلة دي. جاله فتنة كمان. ملك الروم بعت له إيه؟ ورقة. سمعنا أن صاحبك هجرك. تعالى عندنا وهنكرمك وهنعملك ونخليك ما نخليك امير وكذا وكذا. قد المكتوب ورماه في الارض. فتنه. اصحابك سابوه. النبي عليه السلام مستني الامر 55 يوم. زوجته راحت بقالها ما تعرفش لسه الحكم ايه. ولا حد بيكلمه وكمان فتنه هيصة كبيرة. وبعدين ايه اللي حصل؟ بكى سيدنا كعب لما قال لابن عمه كده وما ردش، قال الله ورسوله اعلم. قال له ولكن الله يعلم اني احبك، انا عارف ان انا بحبك. نزلت الايات بتاعت سوره التوبه. فلما جزاك الله خير لما ردت، فلما نزلت الايات جه الصحابه يا كعب، كان بيصلي قيام سعيد، يا كعب ابشر بخير يوم طلعت عليك الشمس فيه، ابشر بخير يوم اللي ولدك امك، ابشر. قال له ايه؟ قال له قد تاب الله عليك، تعال. كان لابس برده فقلعها وقال له هي ايه؟ هي لك. ودي من السنه لما حد يجي يبشرك بحاجه اعطيله، حد يجي يقول لك حاجه حلوه اعطيله اي هديه، اي دي من السنه. فاول ما راح المسجد مين المسجد؟ الصحابه كلهم بيشوفوه بقى وفرحانين. مين قام له؟ سيدنا طلحه. الله يفتح عليك. مين قال طلحه؟ الله. تعالى تعالى تعالى. انا ناخد الطبق اهو، اتفضل يا جميل. الله.
رب. اللهم اغفر لاخت جهاد حبيبه ادخلها الجنه بغير حساب ولا سبقك عذاب، واحنا معاها كل يقول امين حبيبه الحبيبه. فجه سيدنا كعب أم سيدنا طلحه خده بالحب وقال ولا زلت اذكرها لطلحه. الواحد لما بيبقى مكسور وبتبقي حزينه او بيبقى اللي يجي عليك ويطبطب ويمسكه واللي يجي ما بتنساش، واللي يقف معاكي وقت الكسره او وقت الحزن ما بتنساش. ف راح والنبي عليه الصلاه والسلام قال خلاص تقطبوا على الله، كتب عليه اولئك الذين امنوا من ايه؟ اولئك هم الصادقون. دول خلاص كتب الله عليهم اولئك هم الصادقون، وكن مع الصادقين. الصدق مرتبه ده صدق القوم، ده صدق القوم.